بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب مهندس موقع ملاحظات هامة وسريعة عن اللبشة. التوشيح في اللبشة هو توشيح أماكن الأعمدة، يعني رسم أماكن الأعمدة قبل ما أبدأ في الحداد بتاعة اللبشة. توشيح اللبشة قبل البدء في أعمال الحدادة لتحديد أماكن الحديد الإضافي والوصلات في الشبكة السفلية. وإحنا بنعمل شبكة الحديد السفلية عايزين نعرف نعمل فين الوصلات لفين نحط الحديد الإضافي. فالحديد الإضافي والوصلات بتحطه بناء على أماكن الأعمدة. طب أنا مش هعمل الأعمدة إلا لما أخلص شبكة الحديد السفلية، وبعد كده أحط الكراسي، وبعد كده أحط شبكة الحديد العلوية، وبعد كده أبدأ أعمل الأشاير. طيب هيكون شبكة الحديد السفلية خلصت. طيب وأنا بعملها المفروض أبقى عارف فين مكان الحديد الإضافي وفين أماكن الوصلات. عشان كده بنرسم أماكن الأعمدة قبل ما نبدأ في حدادة اللبشة والبدء في أعمال الشبكة السفلية لمعرفة أماكن الوصلات ولمعرفة أماكن الحديد الإضافي. دي أهمية توشيح أماكن الأعمدة في اللبشة. بشكر حضراتكم وأسألكم الدعاء لي ولأبي ولأمي، وجزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.